باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرب نعمة المسيح جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول، الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس في الإصحاح التاسع، كورنثوس الأولى 9 في عدد 20. بيقول: صرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، يركضون يعني يجروا مسابقة الجري يعني، ولكن واحدا يأخذ الجعالة، الجعالة اللي هي المكافأة. هكذا اركضوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في البداية بنعزي الكنيسة كلها في رحيل نيافة الأنبا أرسينيوس مطران ألمينيا وأبو قرقاس، وهو شيخ فاضل في تاريخ الكنيسة، ورحل عن عمر يناهز 90 عاما، خدم كثيرا وتعب، وصار في خدمة المنيا أو إبرشية المنيا وأبو إرقاص أكثر من 40 سنة يخدم فيها بكل محبة، وكان محبا للصلاة وللتسبيح، وكان صديقا للمتنيح البابا شنودة الثالث، وكان له تلاميذ وعلم كثيرين وتزاملوا معا في دير السريان. ثم كلفوا البابا شنودة بأن يقوم بتعمير دير البراموس منذ عام 75، ومن عام 76 صار أسقفا للمنيا، وفي عام 2006 أو 2009 صار مطران، 2006 صار مطرانا لإبرشية المنيا وأبو قرقاس. نذكره بالخير ونذكر خدمته وتعبه، ونعزي شعبه وإبرشيته، ونعزي نيافة أنبا مكاريوس الأسقف العام في المنيا، ونعزي كل تلاميذه وأحبائه وأسرته أيضا، وكل الذين زملوه وتتلمذوا على يديه. وإحنا في صوم العذراء مريم دايما نتذكر مقدمة قانون الإيمان، وزي ما ذكرت مع حضراتكم من اجتماعين من أسبوعين تقريبا، أن قانون الإيمان الذي يحكم ويحفظ الإيمان، قانون الإيمان وضع في المجامع المسكونية، وضع الجزء الأول ثم الجزء الثاني ثم في الجزء الثالث اللي بنسميه مقدمة قانون الإيمان، الجزء اللي معنون نعظمك يا أم نور الحقيقي، اللي بيهتم
بأمنا العذراء مريم ووضع في زمن القديس كيرلس عمود الدين. لما بنيجي نصلي قطعة نعظمك يا أم النور الحقيقي، وإحنا بنصليها بنقول المجد لك أيها المسيح، وبنحط خمس صفات رئيسية بتشرح لنا كيف أن المسيح يعمل وهو المركز في حياة كل إنسان مسيحي. فبنقول المجد لك أيها المسيح، فخر الرسل، كليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، وغفران الخطايا. ودايما رقم خمسة زي ما ذكرت في مرة سابقة أنه رقم يعبر عن القوة، وكمان بيعبر كيف أن المسيح هو مركز حياة الإنسان. فنقول فخر الرسل، هذه مجموعة الآباء الرسل، إكليل الشهداء، شهداء، تهليل الصديقين، تهليل يعني فرح، ثبات الكنائس، حاجة تخصنا كل كنيسة وثباتها، وغفران الخطايا، تمثل لكل إنسان يطلب مغفرة خطاياه. عشان كده هذه العبارات الخمسة أو هذه المنظومة الخمسة هي مجال تأمل جيد. وإحنا في صوم العذراء كلمتكم من أسبوعين أو من ثلاثة عن المسيح فخر الرسل، وحطينا الآية اللي بتقول من افتخر فليفتخر بالرب. النهاردة أحب أتأمل وياكم في كلمة إكليل الشهداء. كلمة إكليل هي الترجمة لكلمة استفانوس، فكلمة استفانوس معناها إكليل. طبعا زي ما انتم عارفين بنسمي استفانوس هو أول الشمامسة وأول الشهداء، فكأنه اسم على مسمى حمل إكليل الشهادة. لكن علشان أقرب لكم الصورة، الجزء اللي قريته اللي بيتكلم فيه القديس بولس الرسول بيكلم أهل مدينة كورنثوس. مدينة كورنثوس مدينة تشبه مدينة الأسكندرية عندنا في مصر، مدينة ساحلية شاطئ، ولكن هذه المدينة كانت واحدة من أكبر مدن الإمبراطورية الرومانية زي روما كده. وكانت هذه المدينة تشتهر بالمسابقات، مسابقات الأولمبية، وأهمها مسابقة الجري، السباق. فكان عندهم ميدان، الميدان ده بيجروا فيه. طبعا زمان ما كانش فيه ستوب ووتش، الساعة اللي بتقيس بالدقيقة وبالثانية، لكن كان عندهم بيبان بالعين كده اللي بيجري بسرعة واللي بيجري مسافات أكتر واللي بيوصل، فيدوله إكليل. فكان الإكليل ده حاجة من اتنين، يا إكليل صغير يوضع على الرأس، أو إكليل كبير يلبسه الشخص زي أكليل الورد كده. وكان الإكليل دائما أو عادة يصنع من أشجار الزيتون، لأنها أشجار معمرة ولها فائدة. تعرفين الزيتون بصفة عامة له فائدة غذائية وصحية ودوائية و يعني متعدد، وأيضا شجر معمر، وبالتالي كانوا بيعملوا له الإكليل ده وسموه إكليل الغار أو إكليل الفوز أو إكليل الانتصار، وكلمة إكليل معناها كده. فهنا القديس بولس الرسول بيستعير المشهد الرياضي اللي بيتم في هذه المدينة باستمرار، وبيقول للمؤمنين هذا المشهد بس بتطبيقه الروحي. اسمع كده، يقول ألستم جميعا أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، كلهم بيجروا، كل هيتسابقوا بيجروا، وإحنا على الأرض بنتسابق علشان نجري للسماء. وبينقل المعنى يقول ولكن واحدا يأخذ الجعالة، الجعالة التي تجعل وهي المكافأة، الإكليل يعني، يبقى الأول
فبيجروا كتير، لكن مين اللي هيوصل؟ مين اللي هياخد الجايزة؟ هنا السؤال. ولأن الشهداء في مقدمة الذين يصلون للسماء، عشان كده بنصلي ونقول المسيح المجد لك أيها المسيح إلهنا إكليل الشهداء، من هنا جت التعبير ده. يقول ولكن واحدا يأخذ الجعالة، هكذا اركضوا لكي تنالوا، يعني جهدوا روحيا عشان تاخدوا الإكليل. ويحطها لنا في قانون رائع، وهذا القانون يصلح لكل إنسان وبالأولى في حياتنا الرهبانية. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أرجوكم تاخدوا بالكم من معاني الكلمات دي، 5-6 كلمات. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. مادام بيجاهد روحيا ومادام حاطط قدامه السماء، أصله هيجاهد للأرض، طب ما يجاهد الأرض هيوصل للتراب، وهو التراب ده جايزة ولا مكافأة؟ أبدا، ده هو بيجاهد عشان يبقى له نصيب في السماء. فيقول لنا كده كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك اللي بيجروا في الميدان فلكي يأخذوا إكليلا يفنى. ورق الشجر ده ولا ورق إكليل الزيتون ده، الورق هينشف ويترم، خلاص خلصت الحكاية. اسمع، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، أما نحن، صيغة الجمع بقى، إحنا التحويل الروحي، المعنى الروحي اللي ورا الآية، أما نحن فإكليلا لا يفنى. مش ورق شجر، مش شوية أغصان، لا، ده في إكليل. هكلمكم عن أنواع الأكاليل دلوقتي. إذن وأرجوك تاخد بالك، وبولس الرسول بيتكلم عن نفسه، لكن بيتكلم كمان ما يهمنا نحن كمؤمنين وكناس نسعى نحو الملكوت. فيقول إيه؟ أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، أما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا، بينبه بقى كل واحد، أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين. يعني مش بجري وبس، مش بجري من غير هدف، عن غير يقين، عن غير معنى. هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، يعني مش واحد عمال يضرب الهواء، اللي بيضرب الهواء ده يستفيد ايه؟ ملهاش معنى. بل أقمع جسدي، أقمع دي كلمة قوية جدا، أقمع جسدي وأستعبده. مفيش بلاغة أكتر من كده. حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة. بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة. هو بيوصف لنا الذين ينالون إكليلا. في قصة استشهاد 49 شهيدا، شيوخ برية شهيد، والقصة دي حدثت أحداثها في موقع دير القديس أبو مقار، وكان مندوب الملك سؤدوسيوس وياه ابنه، ولما وصلوا والبربر هجموا على شيوخ البرية وماتوا واستشهدوا، وبعدين مندوب الملك سؤدوسيوس وابنه شافوا المنظر الرائع، أن كل شهيد من 49 توضع على رأسه إكليل منير، فكان منظر بهي، فتقدموا للاستشهاد أيضا. وكتير في سير الشهداء يحكونا عن هذا الإكليل الذي يناله الشهيد. وإحنا في الكنيسة دايما بنحط مرتبة الشهداء مرتبة عليا. يعني بعد ما نتكلم عن أمنا العذراء، ونتكلم عن يوحنا المعمدان باعتباره السابق للمسيح، ونتكلم على أبائنا الرسل بالطبع، يجي ذكر الشهداء.
يعني لو عندنا مثلا كنيسة هنحط عليها اسمين، اسم البابا أثناسيوس الرسولي، وده أحد البطاركة العظام في تاريخ كنيستنا، ونحط وياه اسم القديسة الشهيدة ديميانا، ودي شهيدة مصرية. لما نيجي نكتب اسم الكنيسة نكتب ديميانا الأول، وبعد كده نكتب القديس البابا أثناسيوس. نقول طب ده بطريرك عظيم، نقول لا، الشهيد الأول قبل الناسك. فتصير نسميها كنيسة القديسة ديميانا والبابا أثناسيوس أو أي اسم، وده على سبيل المثال. بولس الرسول يقول كده: جاهدت الجهاد الحسن، ده في آخر إصحاح في تيموثاوس الثانية 4، جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العادل، وليس لي فقط بل لكل الذين يحبون ظهوره أيضا. ده بحط لنا خطة كده. الشيء الأساسي اللي أحبك تعرفه أن الشهيد قبل أن يصير شهيدا هو كان شاهدا بحياته للمسيح، وده تعبير أو تعريف لازم نحطه قدامنا. إن الشهيد ده مش بيجي بيوم وليلة، لا، الشهيد قبل أن يصير شهيدا ويسفك دمه هو كان شاهدا بحياته للمسيح بكل الحياة. تقول لي وأبانوب الصغير ده كان شاهد؟ يقول لك طبعا كان شاهد، حتى بانت في المحاورة الأخيرة وهو بيتكلم عن نفسه. تقول لي ومارينا الشهيدة الشابة الجميلة ده هي؟ يقول لك طبعا شهدت للمسيح. وتقول لي القديس بوليكاربوس اللي استشهد وعمره 86 سنة، أنا جبت لك نماذج صغار ونماذج كبار، لما جم يقولوا له انكر المسيح يرد عليهم رد جميل، وده في القرن الثاني الميلادي، يقول لهم كده: 86 سنة وأنا أخدمه ولم يصنع معي شرا، فكيف أنكره الآن؟ ويقدموا لي الوحوش ويوصي أولاده: خذوا بقاياي واعتبروها هي كنوز عندكم. وولاده وتلاميذه عملوا كده. يا إخوتي الأحباء، ليست هذه قصص عشان ننبهر بيها، أو قصص إن إحنا يعني نشعر كده بفخر من الماضي، ولكن هذه القصص للحياة، هذه القصص للحياة. يعني إيه أكليل إكليل الشهداء؟ هحط لك ثلاث أنواع من الأكليل ممكن إنها تشكل هذه العبارة: إكليل الشهداء، المسيح إكليل الشهداء. أول نوع هو إكليل البر. إكليل البر هو بولس الرسول قال كده زي ما قلت لك، إنه جهدت الجهاد الحسن، حفظت الإيمان، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. يعني إكليل البر؟ إكليل البر يعني إكليل حياة الفضيلة اليومية، الفضيلة اليومية. الإنسان الذي يحيا في البر دائما، يقول لنا في رسالة يعقوب: قدموا في إيمانكم، رسالة بطرس الرسول، قدموا في إيمانكم فضيلة. حياة الفضيلة اليومية، الكلمة اللي بتقولها، التصرف اللي بتعمله، السلوك اللي بتسلكه، علاقتك مع الآخرين، هدوءك وصمتك لما بتبقى لوحدك، أفكارك، مساعدتك للآخرين، إنك تمد يد المعونة، الرحمة التي في قلبك،
لا تختاب الآخرين. في واحد مثلا يحط في باله تشويه سمعة الآخرين، أو مسك السيرة، أو نقل الأخبار. كل دي خطايا بتعدي على الإنسان وما بياخدش باله منها. خد بالك، فإكليل البر يعني إكليل الفضيلة اليومية، حياة الفضيلة اليومية. تصور كده واحد بيطلب منك حاجة وبتقول له لأ، وكان في إمكانك إنك تعملها. أو زي ما بيعبر الكتاب المقدس يقول لك لا تمنع الخير عن أصحابه، إيدك ممسكة. أو مثلا تكون إنسان بخيل، حطه صفات لا تنتهي، تحطها قدامك. المقصود أن تحيا في عالم البر، وأن تكون شاهدا لهذا البر في حياتك، حياة الفضيلة. وعايز أفهمك كلمة الفضيلة ده، هي معناها جاي من كلمة فضيلة، يعني يفيض، زي يفيض يعني يزيد في حياته، يزيد في حياته الصفات الجيدة، حنيتك، طبتك، رغبتك في إنك تفرح الآخرين، رغبتك إنك تساعد كل إنسان، قلبك يتسع باتساع المسكونة اللي انت عايش فيها. يا ترى بتحمل خصاما، ولا تحمل كرها، ولا تحمل ضغينة قدام حد، او تحمل شهوة انتقام؟ ما هي حياة الفضيلة تحفظ منك ده كله. في واحد كده عنده انسياب في الكلام، يتكلم في اي موضوع. وفي واحد احيانا يحلف باغلظ الايمانات ولكنه لا يكون صادقا. يا ترى انت ايه؟ بتحكم على نفسك كويس؟ بنيجي في اخر كل ليله ونقول ايه؟ يا رب جميع ما اخطانا به اليك في هذا اليوم، ان كان بالفعل او بالقول او بالفكر او بجميع الحواس. اكليل البر المقصود به الإنسان الذي يعيش في الفضيلة، وحياته تكون حياة نقية وجيدة، حتى في الفكر. ده أول نوع. النوع الثاني من الأكاليل هو إكليل الحياة. وإكليل الحياة المقصود به إكليل حياة الأمانة الكاملة. تاني الفضيلة ده الأمانة، أمانة الإنسان. والآية كلكم بتحبوها لأنها جت في آخر سفر، في سفر الرؤيا، قول كده كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. كن كل واحد فينا موجهة لكل إنسان، كيف ما يكون وضعه، كيف ما يكون مسؤولياته، كبير ولا صغير، واحد ولا واحدة، في الزمن ده ولا في الزمن الماضي ولا الزمن القادم، كن أمينا إلى الموت. كن أمينا، ما تخسرش إكليل الحياة وإنك تكون غير أمين. يقول لنا كده في رسالة يعقوب، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. ده في يعقوب 1:12. إكليل الأمانة الكاملة. وموضوع الأمانة ده موضوع غاية في الأهمية، وعشان تقدر يعني تقدره لا تنسوا أن عكس هذه الكلمة، كلمة الأمانة، كلمة رضية وتجرح أذن الإنسان، كلمة الخيانة. فإكليل الحياة يعني إكليل أمانتك. أنت في أسرة، زوج أو زوجة، ما هي أمانتك في هذه الأسرة؟ أمانتك تجاه زوجتك أو تجاه زوجك؟
أمانتكم أنتوا الاثنين تجاه أولادكم وبناتكم، أمانتكم في التربية، أمانتكم في التنشئة، أمانتكم في التسليم، أمانتكم في الاهتمام، أمانتك في القدوة، الصورة اللي بتقدمها قدام ابنك وبنتك، الأمانة. ده جوه الأسرة. أنت تخدم، خادم في الكنيسة، خدمتنا من أول خدمة مدارس الأحد، الخدمات الصغيرة، ومن أول ما بتبتدي بفصول الملائكة وفصول الكجهات لغاية ما بنوصل للمسؤوليات الكبيرة، كل واحد بحسب المسؤولية. الأمانة بتاعتك، أمانتك في درسك، أمانتك في افتقادك، أمانتك في تحضيرك، أمانتك في معاملاتك وعلاقاتك، أمانتك. ده ممكن كلمة واحدة تصدر من خادم أو تصرف واحد من خادم يكون معسر، مش لشخص، ده معسر لأعداد من البشر، ومعسر مش في وقتها بس، ويتمتد العصرة أجيال وأجيال أجيال وأجيال. أمانتك كخادم، أمانتك في عملك، أنت بتشتغل في عمل، في مسؤولية، سواء العمل ده صغير أو عمل كبير، أمانتك فيه إيه؟ مقدار الأمانة اللي بتقدر تحترس فيها وتشعر أن الله يراقبك. ربما الله وضع في داخلنا الضمير لكي ما يكون صوت من عنده، عشان الإنسان يعرف ماشي إزاي. ولما ننال نحن سر المعمودية وسر الميرون وسر الاعتراف وسر التناول والأسرار، ونعيش الحياة الكنسية والحياة الروحية ونعيشها، يصير الإنسان أكثر حساسية تجاه الخطية. يا ترى أمانتك إيه؟ ما في واحد كده ذمته عاملة زي الأستك، عارفين زي الأستك، وفي واحد واضح. لا أتحدث عن الإنسان المتزمت ولا الإنسان المنغلق، لكن أيضا لا أتحدث عن الإنسان المتسيب، إنسان اللي واخد باله. يا ترى أنت أمين في قراراتك؟ ما في واحد ياخد القرار بحسب ما يكون حجم القرار اللي يهمه شخصيا، وفي واحد ياخد القرار علشان المصلحة العامة. يا ترى أمانتك شكلها إيه؟ يا ترى إذا اخترت أن تكون راهبا أو مكرسا، هل أنت أمين في رهبنتك؟ هل أمين في تكريسك؟ ما هي الأمانة دي اللي هتقف بها قدام ربنا، هي دي الأمان. وسيأتي يوم ستسمع صوت الله يقول لك أعطني حساب وكالتك، اللي أنا أمنتك عليه عملت فيه إيه، سواء الأمانة دي صغيرة أو كبيرة، ساعتها ما يهمش. ما هو عطاله 10 وزنات وعطاله 5 وزنات وعطاله وزنة واحدة، واللي خد 10 تاجر بيها وربح وكان أمين، واللي خد 2 كان أمين وخد نفس المكافأة، واللي خد وزنة تصرف بلا حكمة وكانت النتيجة نهايته شريرة. هذا النوع الثاني من الأكاليل، إكليل الحياة، وده إكليل الأمانة الكامنة اللي بيعيشها الإنسان. النوع الثالث والأخير إكليل المجد. إكليل المجد يقول لنا القديس بولس الرسول بوضوح جميل، إن كنا نتألم معه فسوف نتمجد معه، إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. ويقول لنا كده إن ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. وخفت ضيقتنا الوقتية
تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبديا. إكليل المجد، إكليل المجد يعني إكليل نوال الكرامة السماوية. تفتكروا حياتنا على الأرض وتنتهي بعد عمر الله يشاءه، وبعدين إنسان يكون مصيره إيه؟ في مصريتنا وفي تاريخنا المصري وفي الحضارة الفرعونية كانوا يؤمنون جدا بالخلود، وعندما تقرأ عن إخناتون وتشوف فكره ده في قبل المسيح وإزاي كان بيفكر، كانوا يؤمنوا بالخلود ويؤمنوا أن هذا القلب سوف يكون له ميزان أمام الله، عشان كده كانوا يعملوا تحنيط يشيلوا كل الأحشاء ويسيبوا القلب اللي هيتم وزنه أمام الله. ولهذا السبب سمي هذا الوادي وادي النطرون في التعبير القبطي القديم، سمي برية شهيت، ميزان القلوب. يا ترى القلب ده وزنه ايه؟ إكليل المجد يعني إكليل الكرامة السماوية. شوف أمنا العذراء، شوف أبائنا الرسل، شوف القديس ماري مرقس، طب شوف الشهداء، شوف مريمينا، شوف قديسة دميانا، شوف قديس استفانوس. انظر كده إلى شهداء ليبيا، هم شباب وسطاء جدا استشهدوا في بلاد بعيدة عن وطنهم وبلادهم، تعليمهم كان محدود، كانوا موجودين هناك من أجل لقمة العيش، كانت حياتهم بسيطة جدا، علاقتهم طيبة، يمكن اللي تعلموه هم صغيرين هم اللي كانوا بيحفظوه، يمكن كانوا بيقروا كل يوم كده في الإنجيل ببساطة شديدة، ولكن الله وضع لهم أكاليل، إكليل الشهداء، فخر، وكان اسم المسيح على لسانهم. إكليل المجد يعني إكليل الكرامة السماوية، يصير له مكانة في السماء، وما أشهى هذه المكانة. خفة ضيقتنا الأرضية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبديا، وزي ما بيقولها قديس بولس الرسول في رسالة رومية في إصحاح 8، وده إصحاح مليء بهذه التعبير، يقول إن ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. في ألم؟ في ألم، وألام الزمان الحاضر، في كل زمان توجد ألمات، وهذه الألمات فعلا ألمات مؤلمة ومتعبة في كل زمان. بولس الرسول كتب الكلام ده في القرن الأول الميلادي، ولما تراجعوا كده قرون حياتنا المسيحية ستجدوا ألمات كثيرة، ألمات، وهذه الألمات بأشكال وبألوان، ولكن أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس. وأرجوك تقف عند الكلمة دي، لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، إكليل المجد. إذن يا إخوتي الأحباء، عندما نقول نعظمك يا أم النور الحقيقي ونطوبك، والمجد لك أيها المسيح إلهنا، فخر الرسل وإكليل الشهداء، وإكليل الشهداء تعني إكليل البر وإكليل الحياة وإكليل المجد، تعني إكليل الفضيلة اليومية، وتعني إكليل الأمانة الكاملة، وتعني إكليل نوال الكرامة اللي في السماء. إن أردت أن تكون واحدا من هؤلاء، زي ما قلت لك في الأول، الشهيد قبل أن يكون شهيد هو كان شاهد بحياته للمسيح، عشان تنال هذا الإكليل يمكن أن تقبل الباب الضيق في حياتك،
الباب الواسع لا يؤدي إلى السماء، الباب الضيق. ممكن تحفظ إيمانك نقيا، ممكن تخدم في صمت، ممكن تشهد بكلامك وبسلوكك بصمتك، وممكن تحفظ مبادئك رغم المتاعب التي تأتيك من الآخرين. كل دي سلوكيات حياتنا اليومية اللي احنا بنحاول ان احنا نحافظ عليها، ويكون إكليل الشهداء زي فخرهم ومجدهم، وهذا الإكليل هو في شخص المسيح ذاته. احفظ وياي العبارة بتاعت بولس الرسول: قد جاهدت الجهاد الحسن، وأكملت السعي، وحفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر، اللي يهب الله لي كما يهب لكل إنسان. حط قدامك الحكاية ده هي، وحط قدامك أنك مدعو أنك تأخذ إكليل لا يفنى، مش إكليل بتاع مسابقات الجري، إكليل لا يفنى في السماء. يعطينا مسيحنا أن يفرح قلوبنا بهذه الأكاليل التي هي عنوان للانتصار، وعنوان للفوز، وعنوان للإنسان الذي يحيا قدميه على الأرض لكن فكره دائما في السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين. Smolimo ime fjaro mare bek naim tikirini ojen sobtem bek leo sodemo no najnana kičit hedis in moj sistemi tu ibn temel ši se dek mit filo in te jakobino genaj tema su sala bi kar je co bin ti sofeja in te solomo bebne maj praklitum peta vijedženi apostolo se čoj se feja rebon hrem ptao erat feminiot tajot naše revs papa abatavot nebiot nebiskovo saba sarapamo Nim peniot nebis kovos aba Daniel fnot en tet fef tagro e geno es ronos nan mis rombin man seu en eri kondet veu en ogaje tiro sabre sit en nu chalab gen kolem to e be Christos eri e kondet fkan en nove nan e bochen o e ni krab e fnest en noi kriele i son kriele kiri e floge son amin es moero es moero es timetan ya kun e vun gombi le yataraf Allah alayna wa barikna wa zhur waga alayna wa rahamna ya rabbi khalli shahabak wa بارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم الأربعة المنيرين ميخائيل وغبرييل ورفائيل وسوريال، والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عناد المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم، وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم صالحة منذ آدم إلى آخر الدهور، بركة قديس هذا اليوم ملاك هذه الليلة، وبركة هذا الصوم المقدس، وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هباتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين. بخريستوس بالنوتي. أمين. أيها المسيح إلى هنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. أمين. كل سنة وأنتم طيبين. يوم الأحد عيد التجلي المجيد، ويوم الأربع عيد العذراء اللي بنحتفل بيه، وطبعا الصيام يبقى يوم الأربع، والفطار يبقى يوم الخميس. محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم. We'll be right back.